بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اختصارا للوقت، ما في حديث اخواني عن سهم معين او مؤشر او غيره، ما هي هنا لتحليل اسهم او اهداف اسهم وين راح تروح، ولا توصيات ولا لها وقت اخر. عموما طبعا راح استعرض بالمقطع اللي أو أو, او 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 الفترة هذه اللي راح نقضيها مع بعض اليوم، هو مقاطع من جيفري كينيدي، مقاطع فيديو من جيفري كينيدي نفسه، كبير محللين إليت ويب انترناشونال، فيما يتعلق بالتحليل الموجي وبالأخص بالموجات الدافعة، وبعض النصائح اللي يعطيها أيضا من ضمن يعني المقطع او المقطعين او الثلاثه اللي راح تشوفها. ستجد ان احيانا يتحدث عن كيف لقرارك في عقد صفقه والتاكد من ان هذه الموجه انتهت هنا والغير مبني على مؤشرات، ومنها الشموع اليابانيه واللي تعتبر احد نماذج الرسم، نماذج الشارتات اقصد، اللي هو نعرف ان عندنا نموذج السعري، نموذج اسعار الفني اللي هو يعكس الحركه السعريه اللي هو الشموع اليابانيه، وعندنا النموذج السعري الاخر اللي هو البارز، وايضا الخطي اللي يركز على الاغلاقات. فباستخدام الشموع اليابانيه، فلسفه كامله طبعا، ممكن في مقاطع ما يجي صوت فيها، ماني فاهم والله. عندكم اخونا حمود يساعدكم في اي شيء، انا خلوني اواصل. الصوت مسموع ولا لا؟ مسموع يا بريان، هو قصده يقول ان المقاطع اللي بيشوفها ما يجي لها صوت. لا، المقاطع راح استعرضها معكم هنا بالصوت راح تسمع. هو استبق الحدث. نعم. طبعا كشموع اليابانية لها تركيبات وقراءات خاصة عندما تتواجد في مناطق معينة. لا 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 نستطيع أن نقول أن أبني استراتيجية كاملة مثلا على شمعة واحدة أو على نمط من الشموع. هي تبقى احتمال يتطلب تأكيده، وأيضا يتدعم الاحتمال هذا باستخدام مؤشرات، بتحليل، اختراق ترند، كسر ترند، كل الامور هذه تدعم قرارك. لكن مو اجي اشوف الشمعه هذه صارت عند في منطقه ما، خلاص ابني عليها قرار دخول فقط بناء على الشكل اللي امامي. مع ان المصداقيه عاليه، لكن ما القرار الوحيد لا نتخذه فقط من نظره على شمعه تواجدت في المكان هذا خلاص ادخل. لا 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 لا، يجب ان القرار هذا يكون مبني على تواجد الشمعة عند مناطق معينة، مناطق دعوم، مناطق مقاومات، ما هو في اي منطقة اشوفها كذا واقول خلاص راح ادخل من عند الشمعة هذه الان. الكثير يركزون على الشموع اليابانية بأنواعها وأشكالها من وبعضهم يختصر المسميات هذه، فيبتعد مثلا عن الهامر، ويبتعد عن الشوتينج ستار، ويبتعد عن مسميات مثل الانجولفينج والهرمي وغيره، ويدمجهم تحت اسم واحد، الانجولفينج والهرمي، ويقول لك شمعة بالعة. لكن لها مسميات في تعريف او في فلسفه الشموع اليابانيه، لها مسميات خاصه. وهل مطلوب مني انا اعرف مسمياتها؟ ما هو مطلوب، لان احنا داخلين الاختبار، يعني يجب نعرف شكلها فقط. وش تعني من الشموع؟ يعني اقدر اختصر منها ثلاث انماط يمكن هي المفروض انه يركز عليها الواحد دائما، عند مناطق الدعوم والمقاومات والاحتمالات اللي ممكن تحصل عند المناطق هذه، وكيف ممكن تعطي إشارة ارتداد المفروض أن أنتبه لها. مثل مثل شمعة الدوجي، والدوجي عبارة عن صليب، وحتى أحيانا يطول ذيله اللي في الأسفل. فإذا تشكل الصليب هذا في القمم، معناتها ضعف وإشارة لاحتمال انعكاس.
إلى الاتجاه الآخر، هي تعكس الاتجاه إلى اتجاه آخر، فلو وجدناها بالأسفل فقد تعكس الاتجاه إلى الأعلى، ولكن المفروض أن شمعة بعدها تأكيدية بأنها تغلق فوقها. ما تفيدني الشمعة هذه، أنا بالشمعة اللي تغلق فوقها على أساس أني أتخذ قرار دخول، ولكن هل يكفي أن أتخذ قرار مجرد أني أشوفها وشمعة تغلق فوقها؟ مو شرط، ممكن تطلع علينا ثم يعكس مرة ثانية نازل تحت. المناطق اللي أنت تتخذ عندها القرار وينها موجودة بالضبط؟ فإذا وجدت هذه في القمة فوق، لو عكسنا الشكل هذا وقلبناه إلى فوق، فهي أيضا إشارة انعكاس إلى نزول محتمل مثل اللي صاير هنا كذا. الانغولفينج، واحتاجكم تركزون على الانغولفينج لأنه يتكرر كثير في 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 النموذج الرسم السعر الفني، يعني اللي هو في الشارت باترنز، عفوا في الشارت الكاندلستيك شارت، يتكرر كثيرا النموذج هذا، واحفظوه تماما، شوفوا شكله تماما. المطلوب ان جسم الشمعه اللي على اليمين يغطي جسم الشمعه اللي على اليسار، ما علي من الديول، جسم الشمعة على اليمين يغطي جسم الشمعة على اليسار. لو كنا في قاع، يعني نزل 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 جاء هنا، فجأة طلعت الشمعة الخضراء هذه، ولو لاحظت أن جسمها معنى الافتتاح والإغلاق غطوا جسم الشمعة هذه، هذه اللي يسمونها engulfing، هذه شمعة الابتلاع الشرائي engulfing، بغض النظر عن مسميات نطلق عليها بالعربي ولا بالانجليزي، هذه عموما بالانجليزي اسمها engulfing bullish. bullish معناتها بالاتجاه الصاعد. هذه لو تكونت في عند قاع ونجدها بالشكل هذا، تعرف ان هناك احتمال كبير انه ممكن ينعكس السعر الان الى الاتجاه الاخر. واذا تكونت في الاعلى ايضا احتمال انها تنعكس في الاتجاه الاخر نزولا، engulfing patterns، هذه تشكلها في القمة، هذا والآن تتشكل في قمة، فصعودا صعودا صعودا إلى أن وجدت الشمعة هذه، وجدت بعدها شمعة حمراء. طيب هذه هل أقدر أسميها engulfing اللي هنا؟ ما هي engulfing، engulfing ليه؟ لأن المطلوب أن هذه الخضرة تكون على الجهة الثانية، لكن في نمط آخر راح أتكلم عنه بعدين. الكلام الآن لما جت الشمعة هذه ونظرنا إلى جسمها، الجسم الأخضر هذا، وجدنا اللي بعدها جت وجسمها الأحمر هذا، الجسم ما علينا من ذيول غطى هذه، يعني السعر هذا الحركة السعرية اللي داخل المستطيل الأحمر غطت الحركة السعرية اللي في المستطيل الأخضر. لاحظ أن هذه أخضر يعني شمعة صاعدة، واللي جت بعدها شمعة هابطة، فهذا إشارة أنه ممكن أن ينعكس علينا في الاتجاه الآخر. لو نظرت إلى الشارت هذا اللي أمامي الآن، هل الشارت واضح تشوفونه ولا لا؟ واضح. ممتاز. لو نظرنا إلى الشارت هذا وجدت أن التذبذبات قاعدة تصير عندي هنا، وصعودا ونزولا وغيره، لما أجي مثلا وأنظر إلى جسم الشمعة الحمراء هذه وجسم الشمعة الخضراء، ولو وجدت أن جسم الشمعة الحمراء هو أدنى من هذا، وين تشكل؟ صعود صعود صعود. لاحظ اللي تحت، هذا جسم الشمعة الحمراء، جسم الشمعة الخضراء هذا غطاه، فكان إشارة إلى أني أدخل، ما أخاف بإذن الله أدخل معه، مو مشكلة. لما جاني هنا وجدتني جسم الشمعة الحمراء غطى على جسم الشمعة الخضراء، إشارة انعكاس، متى تأخذها؟ من الشمعة اللي بعد على طول، ونزولا إلى المنطقة هذه. هنا عندنا هذا، هنا هل صار عندنا نفس؟ لا، لاحظ هنا لو كبرت المنطقة هذه، هذا ما صار عندي، ليه؟ لأن جسم الشمعة الخضراء تحتها، ما هو داخل جسم الشمعة الحمراء. هل حدث انعكاس؟ ما حدث انعكاس، هذه لها رأي آخر، كلام آخر. لاحظ هنا اللي زي اللي قلنا لكم الدوج مثلا، هذا اسمه شوتينج ستار أو الإيفنينج ستار أو دراج، لها مسميات كثيرة، في تختلف أنواعها حسب طولها وشكلها.
عموما هذه من الشموع اللي تعكس ايضا. لكن لما نبحث عن النموذج الانجولفينج فتجد وين ما تجده تجد له حركه مع هذا اللي شفناه من شوي. وين غيره ممكن نلقى نشوف هذا. لاحظ الشمعة الخضراء هذه جسمها وين. فكنت أنا في السهم وصاعد صاعد 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 جاء هذا الآن عند المنطقة هذه وعطاني الشمعة الخضراء دي. وفجأة الشمعة اللي بعدها لقيت جسمها غطاها. أعتقد بعد كل الصعود هذا صفي بسرعة اطلع أفضل لك يعني. لا ولا تخاطر. هل ممكن يرتد؟ نعم ممكن يرتد. هل ممكن تفشل؟ ممكن تفشل. لكن حافظ على أرباحك. لا تعاند لما بعض الإشارات تجيك أحياناً واضحة وتقعد تعند عندها. لا إن شاء الله بينزل بس شوي بيرتد. ما في شيء اسمه يمكن ينزل شوي يرتد. أنت لما تضع نفسك آلية تمشي عليها قواعد تلتزم فيها كده أنت تحمي نفسك من مشاكل تحدث لك في المستقبل أو أثناء تداولك. تعرف بالضبط انها نشوف هذه نزول 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 جتني الشمعة الحمراء فجأة طلعت الشمعة الخضراء. لاحظ فوق الشمعة الكبيرة اللي تبتلع الثانية يكون لونها احمر لانها اشارة سلبية. اللي بالاسفل الشمعة الهابطة اللي لونها احمر والايجابية اللي تصير اخضر. فكان هذه اول اشارة. هل ادخل هنا عند الشمعة هذه الحمراء؟ لا 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 احتاج اغلاق فوق. احتاج اغلاق فوق من هنا. اوكي ممكن انا ادخل لك الساعة بكل الموجة هذه وانا رايح. تجد هذه الاشارة تتكرر كثيرا في اسواق المال كثير لكن الناس ما ينتبهون لها. ولا او حتى لو انتبهوا لها لا يعون اهميتها وخطورتها عند تشكلها. انا جالس اتجاوز شموع ثانية لاني ابحث عن الشمعة هذه فقط على السنبه عن الشمعة هذه مثل هنا يعني مع الشمعة كبيرة غطت جسمها بكاملها ارتد لكن عاود النزول وفي أسباب طبعا. مثل هنا لما جت الشمعة هذه ضغطت على السهم انه ينزل. مثل هنا لما جاء جسم الشمعة وغطاه الجسم الكبير هذا على طول ركع السهم ونزله تحت. مثل هنا لما جت هذه الشمعة الحمراء بعد الخضر بالحجم هذا لاحظ صانع السوق وقد ما تطول الذيول تحت تعرف ان هنا صانع السوق يتدخل بقوة انه يمنع السهم انه ينزل. وصله الى وين ويرجع فوق. حاول يضغطون الباعة على الشمعة دي وعلى السهم نزلوا الى وين ورجع ثانية. كانت الاشارة بس هل اغلق فوق هنا؟ وهذا الخطورة. هل اغلق فوق هنا مشبت انت حرك هنا؟ ما اغلق. دام ما اغلق فوق لا تدخل. لين جاب لك الشمعة هذه هنا أدخل معها. أوكي هنا أغلق فوق هنا أدخل معها وخذ كل حقي من هذا من هنا إلى هنا. والصعود من هنا من 105 إلى المنطقة هذه إلى 117 ترى الصعود مو هين. لا تستهين فيه إذا شفت لقي 3-4 شموع تقول يا أخي قليل. لا مو قليل مو قليل بس وهذا دليل. شوف إنك لا تدخل إلا عند أغلاق فوق. شوف المنطقة اللي صارت هنا. لا أطيل في الشمعة هذه. هل واضحة؟ ما تأخرت. واضح. طيب ممتاز. إيقاف ومشاركة هنا. هذا الشموع لما تتشكل تعطي إشارات انعكاس. طبعا راح نشوف بعدين وين الإشارات الانعكاس الأكثر موثوقية. ما هو بس أي إشارة انعكاس هذا أدخل معها. لما نيجي هنا انتبهوا للشكل اللي أمامكم هذا. طيب قلنا الانجولفينج وين تجي الشمعة الصغيرة على اليسار ولا لا؟ والشمعة الكبيرة تجي على اليمين. واضح؟ واضح الكلام هذا. الصغيرة تكون على اليسار الكبيرة تكون على اليمين سواء كانت في القمة أو كانت في القاع. هذا شموع الانجولفينج. هذه يجب أن تنتبه لها. ممتاز. طيب لما أجي وأقول
لما اجي واحط لك هذه، لاحظ الان في الشمعه هذه ان الكبيره على اليسار والصغيره على اليمين، ولا لا؟ انعكس الدور، هذيك اللي هنا الصغيره تكون هنا على اليسار، الان الصغيره صارت على اليمين، العكس الصحيح. ولما تكون بالشكل هذا، هذا معناه ان هذه لها مسمى اخر، تلعب نفس الدور وتسمى الهارامي، بالياباني هارامي، وطبعا يسمونها عندنا شمعة الحرامي، وهي مو شمعة الحرامي، هي هارامي بالياباني معناها الحامل، حامل، وهذه كأن هذه الأم وحامل ببطنها البيبي حقها الجنين، فيسمونها شمعة الحامل، أو بالإنجليزي اكتبوها هارامي، ترجمة للكلمة اليابانية هارامي، وحنا قلبناها إلى حرامي، دائما حنا إجرام سبحان الله، حرامي مدري إيش، مشنوقة، مذبوحة، مفحوصة، ما أدري ليه يعني، الله يهديهم. طيب الهرمي تلعب نفس الدور وهي شمعة نمط من الشموع قوي جدا جدا قوي، زي الانجولفينج، مثل الانجولفينج تماما، اللهم عكس الأدوار، قوية جدا. ونروح نشوف الشارت، ترى مرت عليكم بالشارت بس ما انتبهتوا له، لأن أنا ما حبيت أني أنوه عنها لين أخلص من الشمعة اللي قبلها اللي هي الانجولفينج. إذن في شمعة على اليمين وفي شمعة على اليسار، في الثنتين يلعبون نفس الدور، ولو وجدتهم فحذاري منها إذا كانت في القمام، وركز عليها لو كانت في القيعان. يعني لما أجي للشمعة هذه اللي هنا، هذه أي نوع أسميها؟ هل أسميها انجولفينج ولا الهرمي؟ هذا اللي هنا، هل هي من نوع الانجولفينج ولا الهرمي؟ اهم شيء ان الجسم الصغير داخل الجسم الكبير، سواء من اليمين او اليسار، ابتلاعيا اعرف، بس في نوعين من الابتلاعيه، خلنا هذا ابتلاعيه اختصار للمسمى، لكن احنا اخذنا تو انجولفينج او هرمي، اي واحده منهم؟ هذه اي واحده منهم انجولفينج او هرمي؟ قلنا اللي تجي على الصغير على اليسار هذه انجولفينج، الصغير على اليمين تسمى هرمي، انجولفينج نعم. طيب بغض النظر عن المسميات، انا ما اختبركم مسميات بس ابيكم تميزونها، شوف اثبتت الفكره ولا لا. لما نجي ونمشي هنا نفس الفكرة انجولفينج ولا لا؟ طيب نمشي مع بعض كده شوي هنا، نفس الفكرة هنا انجولفينج، طيب هذه هرمي ولكنها فشلت، لذلك ليه؟ طيب من اللي يقول لي ليه فشلت هذه؟ ليه فشلت؟ مع انه موجود ان النمط تشكل امامي، المفروض انه بعد نزول يا سلام يعطيني انعكاس واتجه لفوق، ليه تم فشلها؟ بالضبط احنا قلنا لازم اشاره تاكيديه اني اغلق فوقها، ما اغلق فوقها خلاص ما انسى الشمعه دي، اجي عندها واحط المستطيل هذا وانتظر اغلاق فوقها، وين ما يتم اغلاق فوقها السلام عليكم روح. لذلك الشموع هذه تحتاج تاكيد، ما في شيء اسمه مؤكد، تحتاج تاكيد. نشوف مثالين ثلاثه بس عشان ما نطيل فيها. لاحظ بعد النزول اللي صار هنا، هذا أعطاني هنا مرة ثانية اللي هو انجولفينج، لكن انجولفينج وين صار؟ هل ايش اللي صار بعدها؟ اغلاق تحتها، ما يهمني، بل أصبحت مقاومة، لاحظ المرجع حاول يرتد فوقها ما قدر، نزل اللي هنا، هذا الهرمي شفتوها موجودة هنا، هذه هرمي
وش اللي صار؟ اغلاق فوقها راح فوق، الى هنا وصلنا الان. فهذه دخولي من المنطقه هذه من 63 64 وصلني الى 69 68 69، ضرب حلو انا بضارب. نفس الشيء تجده هنا وهنا، وين ما تروح تجد النمط هذا، تجد ان فيه انعكاس يحصل. فهي اذا من الشموع المهمه. مثال اخر بس عشان لا نطول، لاحظ هنا بعد ارتفاع تشكل البالعة اللي يسمونها، ولا الهرمي او الانجلفنج، ولكن ما نزل الاغلاق اللي بعدها، ولاحظ اصبح الدعم. وانت ماشي تتكرر الاشارات هذه، وهي اشارات مهمه. هذه هنا انجلفنج، شوف جابت السهم كله الى وين. ناخذ مثال اخر بس، هنا الهرمي شوف هنا النزول هذا، شوف وين ابير انجلفين. ترى ممكن احيانا يجيك جسم كبير وتلقى الشمعه في اطرافه، لكن اهم شيء الجسم، فتحط على الاغلاق، شوف اغلاق الشمعه تحتها ما ينفع، ما هي اغلاق الشمعه الكبيره اسفل، نعم هذه هرمي نزلتها لهنا. هذه هرمي نزلتها لهنا. مو هرمي، عفوا انجلفين، اللي صار انجلفين، هذه انجلفين بعد النزول صارت وراح فوق، انجلفين كلها نبحث عن هرمي. هذه هرمي بعد ما صعد، حاول ينزل الشمعة اللي بعدها، أغلق داخل جسمها، أغلق فوقها، طار كلها طيران. من الشموع اللي تعطيك اندفاع، تروح مسافات. أعتذر على التوقف. نكمل بشكل سريع، نكمل بشكل سريع. إذا واضحة الانجولفينج والهرمي أو الشمعة البالعة، واضحة أداءها ودورها في الشارت. هل الصوت مسموع؟ واضح والله، مسمع الصوت. ايضا وين شاشه العرض؟ ايقاف المشاركه، عفوا المفروض ان يوقف المشاركه. ايضا من الشموع اللي هي تسمى المطرقه بالعربي، اللي هي الهامر، عند النزول تتشكل في الاسفل، معناته صعود اغلاق شمعه بعدها، واذا تشكلت في القمم ايضا تعكس الاتجاه، مثل ما نشوف نزول نزول نزول، تشكلت هنا. هذه هامر مقلوبه هنا، شوفوا ابسايد داون. لاحظ بعد الصعود طلعت لنا هنا في القمة، أحيانا تلقاها مقلوبة يعني، فهذه إشارة أنها تعكس اتجاه. أيضا في الأسفل، إذا طلعت لنا في الأسفل تعكس الاتجاه إلى الصعود. هذه أنماط تتشكل. كلمة بولش، هذه بولش، مثل هذه الوحدة، أول وحدة على الركن على اليسار هنا مكتوب بيرش. لما نسمع كلمة بيرش معناتها تتسبب في النزول، نازلة. أوكي، لما نسمع كلمة bullish معناتها تتسبب في الصعود، هذه ترتد من القاع، هذه صاعدة الآن. هذه الأشكال مكتوب عليها bullish، هذه وذي، إذا تشكلت كل هذه، لما نقول bullish معناتها تتشكل في قيعان، لما نقول bearish معناتها تتشكل في قمم. فلما وين ما تلقى bullish bearish، هذا أدوارها، هذا معناها bearish في القمم، bullish في القيعان. هذه الانفرتد هامر، الهامر المقلوبة اللي شفناها من شوي، وهذا الهامر العادية. هذه المسميات مورنينج ستار وشوتينج ستار وغيره، فما تهمني مسميات، تهمني أماكن تواجد هذه. أيضا الشارت هذا ما يهمني ذيك الدرجة، بقدر ما أنا أبي الشموع هذه. هذه الشموع اللي تسمى البنبار، بمسمياتها المختلفة، سواء هامر ما هامر ما أدري إيش ولا غيره، اللي يكون ذيلها يعني أطول من جسمها.
يكون تكون ذيولها أطول من جسمها، هذا تسمى pin bars. وإذا تشكلت في بغض النظر عن مسمياتها، تقول له هذه مو هامر مقلوبة، مو هذه هامر مطرقة، ما عليه مطرقة، هي pin bar لك مثل الدبوس، يقول لك هذه اللي تشكل بقمم القيعان تلعب دور كبير في عكس اتجاه السهم. إذا أقوى ثلاث أنماط راح تشوف أمامك pin bars، الانجولفينج، والحرمي. ثلاث البرد كيام دول، هذول أقوى أنماط الشموع، وراح نشوفها على الشارت مع بعض كيف تلعب دور. هذا البيرش، لما أقول بيرش هرمي معناتها تسبب في نزول السهم للأسفل، لما أقول لك بولش معناتها هي تتسبب في صعود السهم. بيرش أم بولش انجولفينج تكون اللي تكون على اليسار، الصغيرة تكون على اليسار، هذه بيرش تتسبب في النزول، هذه بولش تتسبب في الصعود. ايضا بين بار، هذا البين بار من شوي، هذه ركزوا عليها، راح نشوفها الان عند مناطق كيف. طبعا بتجيكم مسميات الغربانه المشنوقه والثلاثه جنود، ثلاثة شمعات تتكون عند القاع بأحجام صغيرة أو تكون عند القمة، تلعب نفس الدور أيضا عكس اتجاه الرجل المشنوق، يقول لك طيب هامر خلاص، تقول هي اسمها كذا الرجل المشنوق، لأن لها على فكرة لها قياسات، يعني مو بس كذا تسميات على الفاضي، لكن بالعربي هم يسمونها الرجل المشنوق. فالغربان الثلاثة ما أدري اللي هم في الأسفل، تلقى ثلاثة مثلا أنماط تجي مع بعض في قمة وقاع. وهذا أيضا لاحظ هذه كلها الشهاب المدري، هذه كلها pin bars، اختصارها pin bar. شوف الpin bar اللي صار هنا عاكس الاتجاه فوق، الpin bar اللي هنا مثلا جابه هنا، الpin bar اللي هنا يعكس، الpin bar اللي هنا يعكس لتحت، هامر اللي هنا عكس، لاحظ هامر، وأيضا الانجولفينج، أيضا انجولفينج، لعبت دورة الشمعتين مع بعض. المطرقة المقلوبة نفس الشيء، المطرقة المقلوبة هذه اللي تكون في الأسفل أو في القمة أيضا تلعب نفس الدور. ما هو درسنا هذا بقدر أني بس حبيت أعطيكم فكرة ليلة، لأنك راح تسمعون مصطلحات وجفري كندي يتكلم، أصعب صلاحية الشاشة الآن بس نستعرض بعضها، لأن هذا راح يسهلنا درس قادم بعدين النهاية بعد ما ننتهي من دروس التحليل الموجي، راح نتكلم فيه في استراتيجيات ومضاربات وكيف يضارب وش نبحث عنه بالضبط. فلما أجي أنا على الشارت الديلي مثلا وأشوف خلينا نقول منطقة أبي أضارب فيها مثلا، وأجي المنطقة هذه وأقول هذه كلها القيعان هذه اللي هنا، وعندي القمم هذه اللي هنا، فلو كان سهمي ينزل من المناطق هذه من أي منطقة من هنا، فكل اللي بسوي عشان أشوف منطقة الارتداد هو كل ما اقترب من ليه في دعوم هنا مثلا، أنا جالس أرسم رسم عشوائي كذا ترى بس عشان تصل الصورة، لما أشوفها هي محترم الدعوم هذه، فأنا بنزول هذا أنا عارف أنه قد يرتد من المناطق هذه، ولكن هل أدخلها عند المناطق هذه ولا لا؟ أروح على فريم الساعة وأقول والله أبي أشوف المناطق هذه وش صار فيها، هل فعلا أدخل من عندها ولا لا؟ الموجة دي وين مستطيل؟ هذا المستطيل، هذا المستطيل، أجد مثلا هذه المناطق مثلا الدعوم السابقة اللي هنا، فأجد على فريم الساعة نازل 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 يعطيني الشموع هذه من القمة هذه، يعطيني الشموع هذه، لاحظوا هذه اللي هنا، هذا وش نوعها؟ ما هو نفس اللي خذناها تو اللي هنا، حتى على فريم الساعة لو كنت أنا جالس هنا على فريم الساعة في المنطقة هذه ودارس أنتظر والله هل سيتم تجاوز ولا لا، جاتني عند المقاومة هذه وتشكلت هذه الشمعتين انجولفينج، كان إشارة بالنسبة لي خلاص راح يعكس، وين ما تتشكل الشموع حتى لو كانت ارتدادية مثل هرمي غيرها البين بار هذا،
طالما انك انت جالس تسجل لي قمم وقيعان معناته ارتداد ليسجل لي قمه هابطه ويواصل. اذا هذا هو الدليل اني انا مو اسمع هذه لما تتركب امامي معناته دخول، لا معناته لازم اشوف نقاط كلاسيكيه ايضا في التحليل. القمه هذه اللي هنا هل راح يتجاوزها؟ القمه الصغيره هذه على اليسار او راح يواصل نزول؟ تلاقيني على طول عند مناطق الدعم اللي في الاسفل دي، الخط اللي في الاسفل، اجي عند اخر قمه على اليسار هذه، لانه من قاعده تحول الموجه من ترند هابط الى ترند صاعد انه شكل لي قيعان صاعده، قمم صاعده. اذا لازم يخترق القمه هذه، هذا اول قاع صاعد سوالية هنا، بحيث انه نزل صاعد رجع نزل ثانيه، هذا القاع الصاعد. اوكي انا الان هنا بديت افكر وارتاح ان هذا قاع صاعد، هذا الانقاض تشكل لي عند القاع، زاد من قراري الان في الدخول، اغلاق فوقه ارتفعت احتمالات الدخول، بس ابي اغلاق فوق هذا على اساس اني اكد ان الاتجاه تغير، اغلق فوقه ادخل هنا مضمون باذن الله. شوف وين راح، هذه الاستراتيجيات راح ناخذها بعدين ونشوف، لكن شوف الشموع هذه كيف تلعب دور، هذه هنا تتكرر مره اخرى البين بارز، وهذا الشمعة هذه هنا، هذه المناطق عذرا، هذه المناطق لما تجي تشوف قمه مثلا وتحط عندها وتنتظر والله الارتداد هذا هل راح يتجاوزها ولا لا، ما تجاوزها احترمها نزول راح واصل. شمعه الانجولفنج وشمعه زي هذه اللي نشوف الهامر مقلوبه او غيره او الايفنينج ستار ولا اللي يسمونها، هذه هنا الهرمي مره ثانيه، هل الهرمي جت في منطقة كذا أي كلام ولا عندها مناطق احترمتها وارتدت من عندها قاع هذا ولا هنا، والله ارتدت من منطقة فنية مثلا، أوكي وش غير 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 وش يدعم القرار هذا، والله عندي عذرا والله أيضا القرار هذا يدعمه الترند اللي رسمته عند المنطقة هذه للقيعان هذه، ممتاز كويس. طيب وين القمم على اليسار؟ وين القاع هنا قاع صاعد وغيره؟ هذا راح ناخذها بعدين في دروس المضاربه، بس هنا اعطيك فكره ان الشموع هذه لما تكلم عنها جيفري كندي هو يقصد شيء. شوف هنا لما صعد وارتد اعطاك نفس الشيء انجلف، كون قاع صاعد تجاوز قمه سابقه، سلام عليكم روح فوق. واضحه الشموع هذه دورها؟ ايش ممكن تسوي؟ الشموع هذه حدد لكم اياها الانواع الثلاثه دي، مهمة جدا انك تنتبه لها على الشرح. بعدين راح تستفيد من الشرح هذا. انا شرحته بشكل سريع لان مو درسنا هذا. لكن هل واضحة عند النقطة هذه الان؟ واضح؟ واضح ابراهيم. اوكي اذا بكذا أسحب صلاحية مرة ثانية ونبدأ مع أول مقطع لجيفري كينيدي. شايفين شاشة الفيديو هذه قبل ما أغطي الشاشة؟ لأن راح أغطي الشاشة كلها. ممتاز. إذا راح أتكلم أترجم لكم اللي قاعد يقوله، وانتبهوا ركزوا، خذوا ورقة على جنب واكتبوا فيها الملاحظات اللي يقولها جيفري كينيدي، مهمة جدا مهمة جدا، لأن أثناء الحديثة يرمي لك شيء هنا وهنا، كم كلمة مهمة يجب أن تنتبه لها. تحليل الموجي. بسم الله. My name is Jeffrey Kennedy and welcome to Traders Classroom. طبعا جيفري كينيدي ما احتاج ان اترجم، هو يعرفكم على نفسه بان اهلا، هذا فصل من فصول اللي قدمها في التحليل الموجي. Regardless of how long you've been trading, one of the things that we always have to be on guard against is that feeling of rushing into a trade. And you know it. بغض النظر. Exactly what I'm referring to. That feeling that you get right before you execute a position, where I got to get in now, because if I don't get in now, I'm going to miss. Is that feeling of rushing into a trade? And you know exactly what. My name is Jeffrey Kennedy and welcome to Traders Classroom. Regardless of how long you've been trading, بغض النظر عن
المدة اللي قضيتها في أسواق المال وبالتداول، إلا أنه يوجد دائما شعور يصعب التغلب عليه دائما. Is that feeling of rushing into a trade. يجب أن نأخذ حذرنا دائما من الشعور اللي يتولد داخلنا، من اللي دائما كأنه يحدثنا ويقول أنا لا، اللي يدفعنا أن ندخل في صفقات بوقت مبكر، مثل وريتكم ساعة أنا لما قلت لكم هذه engulfing. طيب أدخل على طول؟ لا، انتظر، لا تستعجل. هو هذه النقطة أتكلم عنها، أنك لا تستعجل في قرار الدخول. دائما يقول نستعجل حنا في قرار الدخول. And you know exactly what I'm referring to. وأنت تعلم بالضبط اللي أنا جالس أقوله. يعني that feeling that you get right before you execute a position where I gotta get in now because if I don't get in now I'm going to miss the opportunity. يقول هذا الشعور هذا اللي يحاكيك وتكلم معك في داخل كذا بأن لازم أدخل الصفقة الآن، وإذا ما دخلت الآن راح يفوتني كل شيء. هذه المشكلة اللي تيجي بعقل المتداول دائما أو المضارب أثناء العمل في الأسواق، إنه يستعجل بقرار الدخول، خايف إنه يفوته أو يروح عليه الرزق. الرزق عند الله. Well, many times that will adversely impact, I think, your trading results. بكثير من الأحوال سوف يترك أثر كبير على لا 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 يعني تداولاتك وعمليات التداول اللي تقوم فيها. If I had simply just waited another day or two, I could have avoided more often than not a losing trade. لو كان عندي صبر وانتظرت اليوم يومين كان ممكن ان نتفادى في احد المراحل صفقه خاسره لو فقط اعطيتها وقت حقها من الوقت يعني. So that being the case, what I do for my own trading is I incorporate different techniques that essentially force me to wait. إذا أنا اللي راح أوصل لكم يعني ما أعمله أنا أثناء التداول إني أدمج أفكار أخرى اللي تعطيني تأكيد للقرار اللي أتخذه أنا. So therefore, I'm never rushing into a trade because I never want. وهذا اللي يدفعني إني ما أتعجل في الدخول بصفقة. To execute a trade based on emotions, whether that. وهذا اللي يدفعني إني ما أجري صفقة مبنية على مشاعر فقط. That's fear, greed, ego, doesn't matter. المشاعر اللي تلخص في المشاعر، تعرفون ان في مشاعر مثل الخوف، الطمع وغيره. Okay. I want to be very methodical. I want to be very disciplined. يجب يكون تداولك في السوق مبني على يعني شيء علمي methodical، في لها method نظرية. My trading. I want to pull the trigger when it's ripe. مثل سحبة اللي يقول لك التريجر اللي هو الزناد، تبغى تضغط على الزناد هذا بالوقت الصحيح. So what I want to talk to you today about is one of the techniques I employ that prevent me from rushing into taking a trade. اللي راح أشارككم فيه اليوم هو أحد التقنيات أو التكنيكس أو الأساليب اللي أستخدمها اللي تمنعني من الدخول بالصفقة في وقت مبكر، يعني قبل نضوج علامات الصفقة هذه يعني. So let's begin. لنبدأ. Okay. Well, راح أوقف التسجيل بس لأن أحتاج دقيقة. You've ever been to a carnival? I'm sure you've seen the little those little games where you might have like a little water gun and you have like little ducks moving across the background and you're supposed to knock over one of the little moving ducks with your water gun or your. يقول أكيد في يوم من الأيام أنت حدثت رحت يعني إلى 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 ملاهي الملاهي هذه نروح لها ولعبت اللعبة هذه الشهيرة المعروفة اللي هو الواتر جان المسدس الماء، ووقفت أمام التارجت الهدف اللي كان عبارة عن بطات تمشي بشكل يعني أمامك وأنت تصوب عليها. Pellet gun or whatever. Well, the question is, how do you hit a moving target? والسؤال اللي يكمن الآن هو كيف تصيب هدف متحرك؟ تخيلوا اللعبة هذه، شوف كيف بوصل لكم الفكرة الآن، كيف تصيب هدف متحرك؟ وش الطريقة اللي يصيد فيها هدف الواحد هدف متحرك؟ حد يعرف؟
ما عند احد عنده فكره هدف متحرك امامك وعند بيدك البندق تحاول تصيد الهدف هذا، ايش التكنيك اللي ممكن تستخدمه عشان تصيد هدف متحرك؟ اكيد كيسي انت اكيد المجال العسكري. نعم نعم تصوب امامه يعني. تحرك البندق كذا قدامه بالضبط على بعد مسافه قليله على اساس انها تحسب المسافه اللي راح ترمي فيها هذا، توصل الرصاصه بنفس الوقت اللي وصل فيها التارجت. راعي قمري. ما شاء الله. طيب نكمل يعني راح يقول لك هو طبعا. Well, the answer is actually quite simple. You aim in front. You aim in front. دائما حد يعني تصوب امامه. Okay. يعني لو كانت البطة هنا متجهة يمينا انت راح تصوب قدامها هنا على اساس بنفس الوقت تصلها الرصاصة. ايش الفكرة؟ That seems simple enough. Now let's apply that same logic to financial markets. لنطبق هذا المفهوم على أسواق المال. Because financial markets are also moving targets. لأن أسواق المال هي أيضا أهداف متحركة. Okay, like for example, let's look at this little diagram that I've got in front of us. Let's say that we've traced out five waves up. لننظر إلى هذا المثل أمامنا، خمس موجات صاعدة. وصلنا إلى هذه المنطقة في الموجة اثنين تقريبا. Deeper into the discussion, I want to make a comment. I have received some emails recently asking me a lot of questions about wave one. This advance right. يقول قبل ما لنفترض ان وصلنا الى منتصف هذا المسافة، لكن يقول لحظة شوي، عندي تعليق على كثير من الايميلات اللي جتني عن الموجة واحد. ركزوا الكلمة هذه واكتبوها على جنب. And basically the email had to do with Jeff, you never really talk about wave one or. يقول جيف نلاحظ انك ما تتحدث كثيرا عن الموجة واحد. ولا تدخل في صفقات فيها. ليه بالضبط تتفادى الشيء؟ بكل بساطة. By the time I recognize that a wave one is indeed a wave one, at least 50% of the move is already transpired. يقول باللحظة اللي ممكن نبدأ نتأكد إن هذه إن إحنا دخلنا في الموجة الواحد تقريبا بعد مرور تقريبا 50% من مدى هذه الموجة. يعني شو يفيدني الباقي هذا؟ Or maybe even say 80%. أو ممكن 80% منها حين تتضح الصورة. That this is indeed a first wave up of a larger impulsive structure. If I pull the trigger, then. يقول ولو استعجلت ودخلت من المنطقة هذه وقلت والله هذه خلاص بدخل من هنا. Well, what happens next? مش راح يصير؟ راح نرتفع قليلا وننبسط وثم يجيك هالنزول هذا إلى وين؟ ويجيك كل هالنزول هذا ويكبدك خسائر. يقول لهذا السبب انا بالنسبه يقول لي فلسفتي اني اترك الموجه واحد واثنين يروحون لا التفت لهم، يعني من ناحيه متاجره. See those as prime or ideal trading opportunities and I usually use those as my foundation for. ولا اعتبرهم مناطق متاجره بل اعتبرهم مناطق تاسيس لاهدافي القادمه. كيف اسس الان حركتي الجايه؟ Say building of structure of whatever analysis I'm using, but these are essentially this initial up down sequence, the one up, the two down, or the A up or the B down. Those are my setups. Okay, so that's one. هذه هي المناطق اللي أسس عليها صفقتي. تشكل الموجة هذه واحد وثم النزول في اثنين. هنا أنا أبدأ أخطط للصفقة. I really again don't view wave one as that high of a probability trading opportunity. Because by the time you recognize it's wave one, the next thing you get to look forward to and live through, unfortunately, is the drawdown that you'll experience in wave two. عاد الكلام نفسه. Okay, so let's go back to today's topic. Aim in front of your. لنعود إلى موضوعنا اليوم اللي هو كيف نرمي إلى الأمام، أمام التارجت، أمام الهدف. How do you hit a moving target? You aim in front.
financial markets are moving targets. So a lot of times whenever we see the initial five wave move up and the subsequent three wave decline, let's say we're somewhere midpoint, okay? Okay, right here. Many of us mistakenly, in my opinion, humble opinion, is that we stress too often over, okay, five down, three up, followed by another five. Okay, I have to pull the trigger now. If I do, يقول للأسف اللي يحصل مثل ما تكلمنا من شوي إن الموجة واحد تصعد لفوق ثم تبدأ تنزل الموجة اثنين ونحن في منتصفها ثم نلاحظ إن التركيبة الحركة الموجية بين خمسة صعود ثم ثلاثة نزول وإحنا في المنطقة هذه وتشكلت عندنا A B C وصلنا إلى هذه المنطقة وأخذنا كل مقاييسها وأهدافها وتأكدنا منها على طول نتخذ القرار عند المنطقة هذه. Don't pull the trigger now. I'm going to miss the trade. ودائما بفكر نحن نقول إن ما دخلت الآن هنا راح تفوتني الصفقة دي. I've got to act now, 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 now. Hurry up, hurry up, hurry up. يقول دائما تلقى فلسفتنا والسيكولوجية عندنا في راسنا كده التفكير إن لازم الآن 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 بسرعة بسرعة. You know exactly نتعجل في الصفقة. أنت تعرفون بالضبط اللي أنا أتحدث عنه. ولأني أنا مريت في هالأمور هذه قبلكم. Decision based off emotion, fear, greed, or ego, or self-doubt, most more often than not, it tends not to end well. يقول دائما وخذوها نصيحة مني أي قرار تتخذه بسبب يعني حماس أو تفاؤل أو كل الأمور هذه النفسية دائما غالبا ستجد نتيجتها غير سارة. So rather than stressing about being able to tag wave C of two, why not aim in front? يعني بدال ما انك تبدا يعني تركز على الموجه سي من اثنين ليه ما تحط او تصوب الى الهدف المتحرك الى الامام شوي يعني تختار هدف اللي بعده. Okay. So if you recognize, say, midway here within wave two, maybe we finished waves A and B, okay? في منتصف المسافة تقريباً قد يكون عندنا هنا انتهينا هنا الموجة B, A and B. Well, that means you need to see wave C. وهذا معناه أن نحتاج نشوف الموجة C. So aim in front, wait. ثم بعد الموجة C, لابد أنك راح يكون في موجة صاعدة ثم هابطة. إذن هذه اللي لازم تصوب عليها, هذه. تنتظر هذه وكأننا مثل ما كنا نقول دائما ان نعيد العد مرتين واحد اثنين ثم واحد اثنين. ليه واحد اثنين ثانية؟ لان هذه واحد اثنين للموجة الثالثة وهذه الموجة الثالثة اللي فيها الزخم القوة العطاء القوي. فاذا عديت الواحد اثنين الاولى احسب الواحد اثنين الثانية, صوب الامام صوب القدام, هذه الموجة الاقوى وليست هذه. من هنا ما راح يفيدك لهنا راح يرتفع ورجعك 61.8 87.6 تقريبا الى نفس المراكز مره ثانيه. هذا الزخم هنا راح يجيك, هذا الصعود القوي هنا الاحجام التداول عاليه. Okay, and by waiting what you do is you allow the market to mature and better. وبانتظارك انت تسمح للسوق هذا ان ينضج to mature. For yet, provide the price action that you need to. إني أعطيك الحركة price action اللي تحتاجها أنت مثل هنا شوف تكررت مرة ثانية. Confirm your actual assessment. So by slowing down. تعطي الفرصة للماركت للسوق إني أكد لك تقديراتك وقراءاتك وتحليلاتك يعني. Okay, and by aiming in front, what you do is you begin to avoid the pitfall of rushing into a wave count, because again, like you, لما تبدأ تركز على الهدف المتحرك إلى الأمام شوي, هنا أنت تجنب نفسك من الوقوع في فخ يعني في أو الإخفاق في صف. It's happened to me more times than I can. هذا حصل لي كثير أكثر مرة. Okay, hey, that's a nice ABC. كنت أقول نفسي هذه أو ABC حلوة دي جاهزة. I buy the market and then all of a sudden boom. يقول اشتريها وفجأة يقول اتخذ القرار خلاص ABC صارت هنا ابي ادخل بالموجة هذه فجأة اجد ان الماركت
تقول لي بوم انفجار مع السلام، يعني عاكسني تماما، وبدال ما تتجه الموجة دافعة فوق تحولت الموجة بأكملها إلى موجة تصحيحية أكبر WXY ABC ABC ثم ABC نازلة تحت إلى مستويات أدنى وأدنى. فالتعجل ما هو حلو، مو مهم. يقول كم مرة تتوقع أن تحدث؟ تحدث كثير، وتحدث لنا جميعا، كلنا نمر في الموقف. I've kind of figured out or come to resolve as far as that issue is to simply slow my trading down. Okay. طيب كيف كنت وش اللي عملته بالضبط إني أتفادى الفخ هذا؟ بإني بديت أتأنى شوي في الدخول في الصفقات، أعطيها وقتها، أعطيها حقها. Aim in front of the target. Aim in front. Okay. So حط هدف الصوب على أمامها. يعني. Slow down. You know, again. لا تستعجل بالصفقة، لا تتخذ قرار متعجل. أو جاف يقول في بعضهم يوجه لي أسئلة ويقول أو يردون عليه ويقولون جاف حاولنا طريقة هذه بس نلقى أن فرص راحت علينا أن ننتظر. أوكي أوكي ويقول معالي أتفق معك. Take a look at Z Lab and you know exactly what I'm talking about because that was an issue I was looking at the other day. يقول إيه لكن ودي إنك تلقي نظرة على زي لاب سهم أعتقد وغيره وشوف إيش اللي صار فيه يعني هذا اللي كنا نناقشه يقول من كم يوم. Yes, you will miss opportunity. وفعلاً راح تقول شيء يعني هذا كلامكم تقولون اللي شوفوا زي لاب ومنتظرنا وين راح طار علينا. يقول نعم صحيح ستفقد بعض الفرص. Waiting for the market to come back and it never does and it just. يعني لأنك أحيانا تقول والله يمكن ترجع لهنا انتظرها وفجأة تلاقيه طار. Screams out of the pocket, so to speak. That will happen. وراح يصير. أنا ما أقول لك لا يقول راح يصير. Okay, but don't worry about it. لكن لا تقلق منه على شيء هذا. Okay, there's not just a single. لكن اللي لازم تفهمه أنك لا تقلق يعني ولا تزعل على الفرصة زي هذه إذا راحت لأن السوق يوجد فيها الكثير من الفرص وهذه ليست الفرصة الوحيدة اللي في السوق. Opportunity, and this actually speaks to a deeper issue. As far as your mentality and how you see and view the world, okay? Do you have an abundance mindset? Do you see opportunity everywhere, or is هذا يتحدث أيضا عن تركيبة تفكيرك يعني أنت كشخصية إنسان كيف تنظر للعالم كيف تنظر للأمور كيف تحلل الأمور كيف تقدر الأمور يعني هل أنت دائم عندك تفكير مبني على قواعد وتفكير صحيح سليم يحلل المواقف أو أمورك كلها ماشية كذا يعني أو أنك من الناس اللي يعتقد أنه أو لا 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 الفرص هذه هي فرص محدودة فقط لا تتكرر وهذا مشكلة. Try and stop thinking that way because that's not true. يقول الأرجوك حاول إنك توقف التفكير بالطريقة هذه لأن هذا التفكير هذا هو غير صحيح أبدا غير صحيح. الأسواق هناك فرص كثيرة إذا ما جت معك الفرصة هذه مثل ما حسبتها أنت وقدرتها في فرص أخرى فلا تندم على فرصة ضاعت عليك. Okay. Remember, fear is like what do they say? False expectations appearing real. Okay, there's always going to be an opportunity. There's always going to be another Amazon or another Bitcoin or another. يقول راح تصير فيه فرص كثيرة مثل فرص مثل فرص فرصة أمازون ولا فرصة البيتكوين ولا غيره. فيه فرص أخرى. ما هي الفرص الوحيدة فقط؟ High flying opportunity out there. Just as long as you're able to recognize it and then ultimately take advantage of it, that's what will serve you in the long run. فقط المحتاج منك أنك تنتبه لها. وتقدر المناطق اللي راح تدخل بها بشكل صحيح راح تصيب بالأكيد في مرة مرات راح تصيب قرارك راح يكون صائب. Okay, now let's look at a few price charts. لننظر إلى بعض الشارتات الآن يقول. Aim in front of your target that will slow your trading down. إذن الهدف من الكلام اللي قلته يقول أنا aim in front of your target. دائما حدد هدفك الهدف القادم إلى الأمام صوب أمام. يقول ننظر إلى الشارت هذا الآن. Okay, Pan American Silver Cord. Pan American Silver Cord هذا شيء أحد الأسهم. Symbol PAAS. رمز PAAS. We will be talking about this price chart and this wave structure here. But by the way, I do recommend right now, if you have the time, take a look at some of the metals, metal stocks. They're looking quite interesting.
يقول يعني قبل ما يبدأ يتحدث في هذا ألقوا نظرة على بعض أسهم المعادن، يعني فيها يعني أشياء تثير الاهتمام يعني. Okay, and that's all I really need to say about that issue. يعني بالعربي كأنهم قاعد يعطيهم توصية بس بشكل غير مباشر. جيفري كينيدي. هل واضح إلى الآن؟ واضح. لا شيخ سلطان، في تذبذب، في تذبذب زي سوقنا، لكن انت ما تشوفه، لان احيانا لو تدخل على الشارتات بعض الشارتات اللحظيه راح تلقى شارتات زي كذا، تلقى شارتات زي هذه. هل في شيء؟ اكمل بس اكمل هذا بعدين نشوف، ناخذنا سؤال سؤالين نكمل مع الدرس هذا. وأرجو عند النقطة هذه الآن نتجاهل الموجة التصحيحية هذه الشائكة اللي نشوفها أمامنا، وبهدف يوضح لكم نقطة، لكن أنا مو هنا لأساس نتعلم الموجات التصحيحية، لأن الدرس القادم اللي جاي إن شاء الله أعتقد خلاص أن المرحلة هذه راح إلى الليلة أو بكرة ننهي موضوع بموضوع الدافع. أنا أعتقد الفكرة وصلت، وراح نبدأ مع بعض بإذن الله ابتداء من الأسبوع القادم مع الموجات تصحيحية. عموما يعني خذوا فكرة فقط انه كيف يرقم الآن، وش راح يقول عند الموجات هذه، انتبهوا دونوا بعض النقاط. يقول سأوقف التحليل او الفيديو، وابي منكم تعطوني كذا نظرتكم على الشارت هذا، وش الترقيم اللي ممكن يظهر لكم ويبدو لكم هنا، وش اللي يبدو امامكم هنا، وش الترقيم اللي ممكن تعطيه لشارت مثل هذا. كذا بالنظر وش رايكم وانتم شايفين هنا بالنظر كذا بنظره سريعه. طيب نشوف وش يقول. Okay, well, welcome back. Okay, well, the one thing that I would not do is identify this. Let's go through some of the processes that I go through. Okay. يقول الشيء الوحيد اللي راح أسويه لما أنظر إلى الشارت هذا إني ما حد بعدين قال لحظة شوي خليني أمشيكم في أسلوبي الآن اللي أتخذه سواء البروسيس أو العمليات اللي أجريها أنا في التحليل. We know what the five correlate wave patterns are. I hope impulse wave diagonal zigzag flat and triangle. نعرف إن الخمس الموجات الرئيسية اللي هي، ويقول أتمنى أنكم تعرفونها أكيد، اللي هي الدافعة الامبولس والزيجزاج والتراينجل والموجة التصحيحية للزيجزاج والفلات والتراينجل. يقول إن شاء الله أنها واضحة يعني. Okay. So beginning from the high, right here. نبدأ من أعلى مستوى على قمة هنا. هل ترى ابتداء من هنا، ويقصد ابتداء من النقطة هذه نزولا إلى هنا، هل يقول شوف كيف، يقول يعلمك الآن أنك تسأل نفسك أسئلة يعني مثل اللي تحيد فيها بعض الموجات، طلع فيها بعض الموجات برا يعني. ويقول اول ما تسال نفسك هل يوجد موجه دافعه من هنا، هل يوجد موجه دافعه؟ ما وش رايكم؟ وعبد الله يقول نعم. احنا لا نتحدث عن الضلع اللي على اليسار، نتكلم عن الموجه هذه اللي على اليمين من عند السهام ومتجه يمينا. هل لا مو قبل، احنا نتكلم اللي بعد، اللي بعد السهم على اليمين، هل في معالم موجه دافعه واضحه كذا امامكم؟ وضوح الشمس مثلا. طيب هو اذا خلينا نشوف ايش يقول. And not just like look at this single price move. مو بس بالنظر الى يقول أنا ما أتحدث عن النظر إلى ضلع واحد هذا اللي هنا تقول لي هذا دافع، لا أنا أقول كل هذه الموجة. You're on the edge of the Grand Canyon. What do? You take in the entirety of the view. You just don't look at a single rock on the ground at your feet. يقول لما تكون أنت واقف على حافة الجراند كانيون الوادي الكبير اللي في أمريكا، يقول تلقي نظرة على المنظر بأكمله وليس فقط قطعة الحجر التي تقع تحت قدميك. يعني خلنا ناخذ لك نظره شامله. You look at the whole panorama, the vista, the beautiful view, okay? So
is this what I've identified in the little وهذا اللي تحدث يعني لا تنظر للجزئية هذه تقول هذه أول واحدة بدت دافعة، انظر للشكل الكامل كأنك تنظر إلى منظر طبيعي، هل هذا الشكل كله هذا يدل على موجة دافعة؟ yellow box or actually big yellow box. Is this an impulse wave? No. Is this a diagonal? فتبدأ توجه أسئلة لنفسك وأنت تحلل، هل هذه impulse wave؟ No. خلاص إذا طلع شوف دافعة هذه الimpulse طلعها برا، هل هذه diagonal؟ Is this a zigzag? لا ما إذن طلعنا الامبلس برا طلعنا الدايجنال برا هل هذه زيجزاج كلها هذه كلها كلها هل هي زيجزاج يعني بكرة ترى أخذ لكم صورة زي هذه وحط اختبار هنا أقول لك هل هذه الموجة زيجزاج دافعة كذا هل هذه زيجزاج الموجة الصفرة كلها هذه متعرجة برافو مشاعر متداخلة كثير يقولون لا محمد الجبوري أبو عبد الله كلكم ما شاء الله عليكم برافو طيب لا يقول شكلها قبيح مو زقزاق واضح هل هذه مسطحة فلات بعدين راح ناخذها لذلك ما نبي نتكلم في هذه الموجات مجرد أني أطرح لكم الفكرة وبعدين يصير خير يقول لا ما هي probably not. هل مثلث يقول والله هي بس احتمال لا. Is this any okay? So I really can't easily discern any. يقول لذلك ما هو بالسهولة أقدر أكون جازم أجزم أكون حتم بشكل حتمي يعني discern يعني أنه وأقرر بشكل حتمي بأن هذه الموجة الفلانية. The five core patterns. Okay. اللي معناته إني ما يب واحدة من الخمس الموجات الصريحة الواضحة اللي نتكلم عنها. الدافعة الانجلفينج ما اعرف ايه الانجلفينج المثلث الفلات الزجزاج هذه اشكال واضحة ما هي منهم لكن يقول اكيد راح تقولون جيف ترى ما وصلنا للمستوى هذا تو شوي our decision making process or in our analytical skills as far as applying the weight principle correctly and successfully okay because usually if we go through the five core patterns we can find something يقول هنا نحتاج نطبق الشروط وقوانين الموجة وأيضا لما نبدأ نبحث okay so what do you do what questions question do you ask وش الأسئلة اللي تسألها بعد كده well you basically dilute it a little bit because dilute اللي هو يذوب تذوبها شوي تذوب الموجة شوي remember the way the wave principle class functions is it classifies طبعا لما اتكلم عن تذويب الموجه او انك تميعها وتذوبها راح اتكلم معكم بها بعدين في الدرس التصحيح المركب وموجات يعني موجات تصحيحيه راح نشوف كيف نكتشف بعض الامور هذه والمثلث مثلا راح استخدم معكم نفس الاسلوب راح تشوفونه price action into two distinct modalities you got motive waves And then you've got corrective waves. إذا تجزأ كده في رأسك إلى حركتين لا. موجة دافعة موجة تصحيحية. Okay, motive waves include the impulse wave and the diagonal. Motive waves هذه اللي تحتوي على الامبلس والدياجنال. الدافعة بين الماتتين. Corrective waves include the zigzag, the flat, and the triangle. والتصحيحية zigzag, flat, triangle. Okay, so is this in the box? Motive wave price action. هل اللي في الصندوق هذا موجة دافعة؟ No. لا. And that means by default it must be. إذن اوتوماتيكيا كذا راح by default راح نقول إن هذه موجة تصحيحية خلاص واضح. A correction. Therefore we know it's a counter trend move. And ونعرف إن موجة معاكس عكسية يعني راح يتلوها ويجي بعدها موجة دافعة. We know that it's ultimately going to be more than fully retraced. Now, I kind of look. وهذا يعطينا إشارة ودلالة أن لن تتراجع بنفس المستوى كل اللي صعدت فيه. هذا موجة تصحيحية فقط. Played with this last night after dinner. يقول في الليل جلست بعد العشاء وجلست أقلب الشارت هذا. انتبهوا الكلام اللي راح يقوله. And there are really several different interpretations. وفي عدة تفسيرات للموجة هذه. انتبهوا للناس اللي يقول لكم يا أخي أنت كل شوي لكم سيناريو أنت كل شوي بس كلكم لا 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 يجب أن تضع سيناريوهات للموجة الواحدة وتعرف كيف تتعامل معها
لكن كل السيناريوهات ايش تقول؟ احنا في موجة هابطة، صح ولا لا؟ سواء اعطيتك السيناريو هذا او السيناريو هذا او السيناريو هذا، كلها متحدة في اتجاه واحد ان هذه موجة تصيفية، صح ولا لا؟ اذا ما انا ماني جالس اعطيك لا والله بنروح فوق، لا بننزل تحت، هذا انت اللي تقولها، انت الناس عندهم طرق اخرى يقولك والله الى هنا ننتظر، اذا راحت هنا بتروح هنا، واذا جت هنا بتروح هناك. لا، احنا بالنسبه لنا نجزم نقول هذه التصحيحيه يتلوها خمس موجات دافعه. None of them incorporate or include an impulsive wave count. None of them. واحدة. I did come up with some very some variety of interpretations. بعض التفسيرات الموجة هذه إن وضعنا هذه A و B و C بحكم من هذه دافعة ونشوف الفجوة هنا وهذه دافعة ونشوف الوجه فجوة هنا A B C ثم هذه A B C وراح أتكلم عنها بعدين، ما بيكم تلخبطون نفسكم تقول شلون جاب هذه هنا A وهنا B تحت وين؟ كاسرة كل المستويات دي ثم سي فوق، لا تستعجلون. You can label the structure as a flat. You can label the structure as a double WXY. ممكن تعطيه ترقيم إنها الموجة كلها flat، وممكن تعطيها WXY. It doesn't work well as a triple correction, so I kind of ما يعني يقول ما مريح إني أعطيها تعريف موجة ثلاثية تصحيحية ثلاثية، يعني ما عجبتني. يقول but the simplest interpretation يعني أسهل تفسير هو التالي. The straightforward interpretation or the one reason I wanted to point this out today. وهو دائما يركز على شيء واحد، يقول سهل التحليل، بسط المسألة، لا تذهب إلى أكبر إلى تعقيد الموجة. And one of my subscribers in my commodity junctures live event yesterday asked me to take a look at the silver market. And it was just like, wow, that's kind of an exciting, you know. طبعا يتحدث يتكلم عن الكورس أو محاضرة كانت عنده أمس، يقول واحد من المشاركين سألني أن ألقي نظرة على شارت السيلفر الفضة. There's some stuff going on in the silver market or silver price chart. If you trade silver futures, that I was like, I want to spend some more time with this price chart because it looks very, very interesting. Thus, I wanted to look at some actual individual stocks. So. وأيضا تلميح على السيلفر، يعني كأنه يقول لهم انتبهوا لشارت السيلفر. Anyway, لا تروحون الآن تشوفون شارت السيلفر تقولون والله أوف بنشتري على توصيت، هذا الفيديو قديم. يقول ما حبيت نحط WXY هنا بسبب الأغلينس، يعني التخربط اللي صار فيها شكلها قبيح. Would be totally acceptable, but I always ممكن تقبل. يقول would be totally acceptable. ممكن أقبلها بشكل عام. ما أقول لا. يقول like to go with a simple wave count. لكن أحب إني أنا أكون أبسط الأمور مع وأختار أبسط ترقيم لها. And in this instance here, I think a flat works. بالنسبة لي أنا أختار إنها تكون flat كأسهل ترقيم. مسطح. You have simply A B C down, three wave move from wave A. Three wave move up for wave A, then you got an expanded flat on a wave B, and then you have an impulsive move up, so that's wave C of B of a flat. وهذه الموجة B الكبرى يعني انتهت هنا والB هنا الموجة كلها flat. ثم followed by the five wave decline, which looks like an ending diagonal. وثم تلاها خمس موجات هابطة اللي بشكلها ending diagonal في C. Simply put, it looks like this March low in many of the metals that I'm. بالنسبة لي أعتبر أن هذا قاع القاع التاريخي للمعادن. Currently looking at, and it doesn't mean it doesn't matter. You know, GLD, AUY, DRD. يقول ما يهمني سواء أيا كانت الشركات GLD ما أعرف الأسهم، يعني مجموعة أسهم اللي هي أسهم معادن يعني. Wheat and precious metals. A lot of these charts look really exciting, so spend some time and take a look at them. يقول فقط وقت. على الأقل على الشارتات المعادن فيها يعني خير. Over the weekend, but I like the idea that we may be working something impulsive here, or finally that the consolidation that we've seen since the peak back in last year, and this would have been August of 2020, that maybe this is complete because. بس لكن عجبني إن القمة التاريخية اللي تم تسجيلها هنا إنها تقريبا شارفت على الانتهاء أو انتهت فعلا عند المنطقة هذه، ولذلك يحتاج إن نلقي إن يعني نركز على. If this is an ending diagonal, well, how do prices resolve
following an ending diagonal. إذن لو كانت فعلا هذه ending diagonal مثل السيناريو اللي وضعته أنا, ما هو المتوقع من الأسعار, حركة الأسعار بعد هذه النقطة؟ إيش اللي راح يصير؟ أعطونا جواب, إيش اللي راح يصير بعد النقطة, بعد النقطة هذه, بعد خمسة سي, ما هو المتوقع من الحركة السعرية أنها تصير إيش؟ برافو, أكيد طبعاً مدام هذه تصحيحية معناتها في صعود, في ارتداد. وهو إيش قال لك بالضبط؟ قال لك aim ahead, دائم صوب قدام. هل على طول أدخل عند الخمسة والسي هنا؟ هل القرار الدخول أني أدخل الآن عند الخمسة والسي لا يطير علي السوق؟ كلاسيكياً أنت ما تجاوز القمة أربعة أصلاً, كلاسيكياً أنت لم تتجاوز القمة أربعة. ننتظر طبعاً, باقي اثنين وباقي واحد واثنين من ثلاثة, تو الناس يعني لا تستعجل. Very swiftly and very sharply and back to beyond the origin of the pattern here. Okay? So على الأقل راح تتحرك بقوة إلى قمة النمط هذا, إلى هنا. Play with that. يقول إذن خلنا نشوف. Let me see Roku. سهم روكو مثلا, سهم روكو يقول ناخذ مثال سهم روكو في السوق الامريكي, هذا ضاربت فيه اكثر من مره. Okay. We're going to play with Roku for a moment. What do you see when you look at this price chart? يقول ما الذي تراه بالحركه السعريه لامامك, هذا اللي صار بالنظر, مو قادر تحددها الان؟ Now, whenever you look at a price chart, you can either take a big view or you can take a little view. لما تنظر إلى chart دائما, يا أما تأخذ شو صورة أو نظرة عامة شاملة, أو تأخذ نظرة قصيرة صغيرة. Think of okay, and when I say big view versus a little view, think of okay, big view. What would be a big view? Maybe a telescope. Okay, you're looking at the whole picture. You're looking. يقول مثل ايش, اعطيكم الفرق بين النظره الكبرى والنظره الكبيره والنظره الصغيره, مثل لما تاخذ التلسكوب وتطالع فيه. You're looking at the view standing on the Grand Canyon, or you can take more of a say a singular view, a very small view where you're يعني مثل المنظار هذا الدربيل, يقول لما توقف على جراند كانيون الوادي نفسه اللي في امريكا هذا, يا أنك تأخذ النظرة تلف برأسك وتشوف المنظر بأكمله, أو أنك جالس تعمل زوم وتقرب على منطقة معينة, ممكن استخدامه بطريقتين هذه. Looking at the market through say a microscope. Okay, in this instance here, I'm using a small view. I'm looking at that rock at the bottom of my feet. And what I observed in Roku. يقول هنا أنا نظرت إلى النظرة القريبة يعني, واللي لاحظته على روكو. The other day. Was this? لاحظوا الشموع. يقول كيف عرفت المناطق هذه المتوقع حدوثها وش اللي صاير عند الموجة هذه؟ يقول لاحظت الشيء هذا لما دخلت على أدوات فنية. طبعا هذا هو أحد المؤشرات اللي استخدمتها أيضا أنا فترات, اللي سمى دون تشين أفريج, هو زي البولينجر, مثل البولينجر لكن سمى دون تشين أفريج. Bearish engulfing pattern. هذا اللي تحدثنا عنها, الشمعة, لذلك أنا وريتكم الشموع عشان تنتبه كلامه. يقول لاحظت أنا وجود bearish engulfing هنا. We put in yesterday, right here, on the 14th. Okay, interesting. We've moved above the Donchian average. صعدنا فوق منطقة الدونشين اللي في المنتصف هذه, منتصف الدونشين. That argues that the trend is up. وهذا يعطيني دلالة أن الترند صاعد. We now have the bearish engulfing pattern. ولكن طلع لي bearish engulfing pattern, هذا الموجة يعني إشارة انعكاس. Maybe we've got five waves up and we're going to come down here. وهذا إشارة إلى, ولاحظ القمة اللي اخترقها لي صار. طبعا يقول هذا إشارة بالنسبة للقمة هذه أصلا الصغيرة هذه, لكن يقول لاحظ هذه الإشارة دلالة على أنه ممكن يكون عندي خمس موجات صاعدة وممكن نهبط مرة ثانية إلى المنطقة هذه في الموجة الثانية. Because that's one of my favorite trade setups. لأن هذه هي أحد تركيبات اللي استخدمها لصفقات بالشكل هذا. Actually, I want to see prices move. أحتاج إني أشوف الموجات منين تهبط لهنا. Above that Donchian average,
تكون فوق خط الدنجن. ابي اشوف الارتداد يحصل من فوق. And then I want to see prices come back down and test the opposite side of the Dongshin average. And then ideally at that احب انها تصل الى فوق الدنجن هنا ثم ترجع وتختبر مناطق المنتصف. At point the stage is set for something more significant. وهنا تكون الامور معده تماما الى ان تبدا بالانطلاق الى هدف اعلى. To get to the upside. Okay. So let's look at the smaller term. اذا ادخل هنا على فريم الساعه واشوف الحركه نفسها. الضلع هذا نفسه الان دخلت على فريم الساعه عشان اشوف حركته وش بالضبط. لاحظ 1 2 3 4 5 موجه 1 اي بي سي موجه 2 1 2 3 4 5 موجه 3 اي بي سي موجه 4 1 2 3 4 5 عند الدونشن كان ايضا قمه الدونشن الخط العلوي اكتملت موجه خمس موجات كامله. اذا كان توقع النزول راح يصير عند وين؟ استخدم الفايبو 38 50 61 توقع بنزوله بالموجه بي الى المناطق هذه. هل تتوافق مع مستويات المنتصف في مؤشر دونشن؟ shorter term substructure here. Okay, well if we look at the 60 minute price chart of Roku. شارت 60 دقيقة. This works 1 2 3 4 5. Okay, so I've got 5 waves up. What's going to happen next? Well, I should see a شو اللي راح يحصل؟ So probably in the next week, probably back down into this area. تقريبا الأسبوع القادم ممكن يكون فيه نزول إلى المناطق هذه. Now, honestly, I don't care if this is A or. هذا يضحك. سمعتوه؟ اكتبوها على جنب. يقول بأمانة أنا ما يهمني هذه موجة. هذا مضارب. مضارب الموجي. يقول بأمانة أنا ما يهمني هذه موجة واحد ولا موجة اثنين. ترقيم هذا ما يهمني. أو هذه موجة B ولا موجة اثنين. عفوا موجة A ولا موجة واحد. او هذا القاع اللي هنا راح يكون موجه بي ولا موجه اثنين. يعني بي يدخل في موجه مضاربه موجه دافعه. One or B or two makes no never mind to me. ما يهمني. Really from a trading perspective, certainly a short-term trading perspective, the next move of consequence following our pullback. يقول لان بالنسبه لي انا في على الشارت القصير الحركه المتوقعه بعد النزول الثلاثي هذا هو is going to be another advance to the صعود اخر بالاتجاه الصاعد يعني حركه اخرى باتجاه الصاعد ممكن تسميها ثلاثه ممكن تسميها سي. What I'm doing today لكن قراري اللي راح اتخذه اليوم in front of my target انا راح اصوب قدام شوي على اساس اني القط اللي سا. So next week when we look at Roku I want to see what happens if we can trade back down to the 350 area. إذا الوضع هذا راح أكون مراقب فقط لأي منطقة ممكن نصل الآن نزول. Because so that's what I'm referring to when we talked about this diagram here, aiming in front of my target. So I'm essentially up here. أنا الآن هنا وهذا اللي تحدث عنه بداية المقطع يقول الفيديو أنا في المنطقة هذه الآن. And I want to wait. أحتاج أنتظر عشان أشوف الحركة هذه قدامي تتشكل. Support and bolster the view I have for Roku. So five waves up. Let's look for a decline. Let's see what happens here. Let's aim in front of the target. إذن خلنا ننتظر نزول هنا ثم نضع هدفنا قدامه بعد النزول. Now the final market we're going to take a look is going to be. آخر مقطع راح نشوفه الآن مع بعض. لولو ألومنيوم. Pretty straightforward, although there's a. هذا سهل جدا أمامك تشوفون واضح. انتبهوا أيضا هنا لبعض الإرشادات راح يقولها. هل في شيء يا إخوان لأن لازم أوقف الفيديو بدأ يصير طويل. خلي النقاش بعدين بس واضح إلى الآن واضح. ممتاز. هنا راح أعلمكم خدعة يقول راح تشتغلون راح تطبقونها يعني. Okay. Now, from the get-go, the way I would look at this is a zigzag, and the reason. يقول من النظرة الأولى from the get-go here النظرة الأولى أنا راح أنظر لها على أنها زigzag. I would say it's a zigzag is because of the slope analysis. ليه اخترت إني زigzag لأن مثل ما قلنا حنا من slope analysis من تحليل الميلان أضلع للزigzag. The structure. Whenever you're working a zigzag, your wave A tends to. وإنك تعمل مع زigzag أو تتعامل مع زigzag، فدائما انتبه إلى أن ال A دائما تكون غالبا راح تكون حادة بنزولها بالشكل هذا. Be very steep, very aggressive, very sharp. عميقة. Wave C of a zigzag tends to be more shallow. أما C تكون مايلة شوي. Slope signature
انتبهوا لمعلومة مهمة جدا 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 بخصوص تتعلق بالتداخل بين الموجات، مع العلم ان الموجود في الموجة سي، تتوقعون هذا التحليل موجة سي، موجة سي هذه المايلة تتوقعون تكون ايش بالضبط؟ خماسية. ممتاز نور، خماسية. نعم ليه قلنا سي سي خماسية، 1 2 3 4 5. ممتاز، ممتازين. طيب لكن أي نوع من الخماسية؟ أي خماسية عادية اللي مش بالضبط قطرية. أبو عبد الله ممتاز، قطرية. طيب لو جيتك وحاولت أن ألخبطك وأخطيك وأقول لك شوف أنا شايف هذه هنا 1 2 3 4 5، هذا شايفها دافعة مثلا، بغض النظر عن هذه هي دافعة قطرية، أنت عارف أن السي خماسية ولا لا؟ فلا تجادل بجزئيات صغيرة وتحطها على أساس أن هي سبب أني أنا أبطل صحة الموجة. هي مو ما, ما, ما تقدر تبطلها، هي A B C، هي سي، هي خماسية، سواء كانت قطرية أو غير قطرية هي خماسية. ولكن في كلام راح يقوله عن المنطقة هذه هنا هنا هنا، انتبهوا له. Has the slope signature of a zigzag. Now, the slope signature of, say, a flat correction is going to be a bit different. You're going to have. أقول أما لو كانت موجة flat، راح نأخذها بعدين، راح تشوف ميلان الضلع الأول بالشكل هذا، ما هو حاد. Have a time-consuming wave. يأخذ وقت أكثر من الوقت اللي تأخذ اللي يأخذ الضلع A في الزجزاج. You know, your corresponding wave B, and then your wave C is going to be a little bit more, say, decisive. Typically, والC وأيضاً البي تكون ميلان ماخذة وقتها، أما C هي اللي تكون مثل حركة هذا الضلع A في زجزاج حادة. Less aggressive. Now, this isn't always the case, but it was what. ما هو دائماً يقول بالشكل يجي بالشكل هذا، يقول لكن. فقط لأعطيك فكرة. We look for it's what we like to actually see. Now the problem. يعني هذا مو دائما تيجي بالنفس الرسم اللي رسمه، بس يقول هذا اللي دائما نبحث عنه ونحاول نركز عليه. When identifying the December decline in Lululemon is the overlap. يقول المشكلة الوحيدة اللي كانت موجودة في الضلع هذا من شهر ديسمبر الضلع سي هو التداخل اللي حصل بين الموجات. انتبهوا وراح يوريكم وين. Okay, and this is where I get questions from. انتبهوا كده تعلمكم ترى كيف تكون مخبرين، كيف تقدر تفكك الموجة بشكل صحيح وتركبها على أنها تصلح. Some of you, a very small view. واحد بعضكم قال والله في ملاحظة بسيطة. لاحظوا هذه واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثة، هذه أربعة. لو كانت قطرية مسموح التداخل. بس في حال انك والله تبيها موجة عادية مو قطرية 1 2 3 4 5 A B C 1 2 3 4 5 مثلا. Like, okay, is it okay if we if wave 4 moves into the price territory؟ يقول يعني بطريقة مثل لو قلنا هذه 1 هذه 2 هذه 3 هذه 4 هذه 5 وكلها موجة دافعة عادية ما في تداخل، يجيني البعض يقول لي طيب لحظة هل مسموح تداخل الموجة 4 مع الموجة 1؟ شوفها هنا، هنا في تداخل. لو ما كانت قطرية، هو كلامه هذا اللي يقوله، لو ما كانت قطرية بيجيني واحد يقول لي هذا التداخل مع العلم. I mean, is it okay if wave 4 terminates in the price territory of wave 1? Because طبعا هو السبب يقول هل ممكن لأننا لو حولناه إلى خطي نجد أنه ما في تداخل فعلا لما تجي خطي، لأن خطي يركز على إغلاقات فقط مو ذيول، أما الشموع فالذيول متداخلة. فشي يقول لك جيفري كينيدي عن النقطة هذه؟ It didn't happen on a closed chart. Well, I don't like the gray area sometimes. لا ما أحب المنطقة الرمادية هذه اللي فيها شك ويمكن ما يمكن. طالما حدث تداخل لا تفلسف، لا تفلسف. يعني يقول هذا تداخل انتهينا. Times I like to keep things. I mean, well, think about it. The wave principle. It's laid out for us quite clear. We have rules and guidelines. لاحظ ركزوا على اللي يقول الآن، يقول انتبهوا تحليل الموجي مبني على قواعد وإرشادات ما
مهمة العبارة دي. And if you're going to follow the rules and guidelines, then what you're doing is the wave principle. وإذا اتبعت هذه القواعد والإرشادات فأنت جالس تحلل تحليل موجي. If you're not following the rules and not following the guidelines, then what you're doing is not the wave principle, and it's whatever you want to call it. وأما إذا لم ما تقيد في القواعد والإرشادات هذه فتحليلك هذا ليس له علاقة بالتحليل الموجي ولا ما أدري وش ممكن أن أطلق عليه يعني أي أعتبره أي شيء ثاني. But this is an issue. لكن في قضية هنا لو افترضنا أن هذه دافعة عادية 1 2 3 4 5 A B C ثم 1 2 3 4 5 ثم الرابعة جت لهنا لكن تداخلت ثم هذا ضلع 5 هنا لكن الرابعة مع هذه تداخلت كيف تتفادى هذا التداخل بطريقة فنية ومقبولة؟ okay we can't have that okay and I don't really لا يمكن إن الشيء هذا يصير تداخل ممنوع care if there's no overlap on a closing basis I want to keep things clean and clear as much as possible لازم الأشياء تكون واضحة وبشكل واضح ونظيف possible so the way around that ممكن اتفادى الشيء هذا بالطريقه هذه a running triangle in your fourth wave position ان راح نجي لدرس التراينجل المثلثات لا تركزون عليه الان بدنا نستخدم ان نحلل على انه running triangle شو يسمونه running بالعربي متسلق يعني ما احب المسميات العربيه لانها غريبه فحول الى مثلث في حيث هذه النقطة أنا ما بيكم تركزوا عليها الآن مثلث بس أبيكم تنتبهون لكلمة تداخل بحيث أن هذه A ثم B ثم C ثم D ثم E في المنطقة هذه الضيقة الصغيرة A ثم B ثم C و D و E في المنطقة الصغيرة هذه ثم موجة دافعة بعدها إذا حصل الموجة الرابعة هنا ونهاية الموجة الرابعة وين؟ أنت رقم 4 هنا اللي بدأت منها الموجة اللي بعدها إذا التداخل هو ليس بجسم الأضلع الموجة هو التداخل بنهاية الموجة يصير هل نهاية الموجة هذه هنا الأربعة تداخلت مع نهاية واحد ما عليك من الأجزاء الداخلية منها الأجزاء الداخلية ولذلك أذكركم في عبارة أمس ولا أول أمس لما قلت لكم orthodox top orthodox bottom تذكرونها ولا لا لما أقول لك orthodox top ولا orthodox bottom يعني ممكن تكون موجة منقطعة خامسة ولكن هي القمة الصريحة لهذه ما هي نعم يحدث معناتها إن أنا ما علم الجسم اللي تجاوز وراح غيره أنا علم نهاية الموجة وين مكانها نهاية انتهت الموجة عند المنطقة هذه لم تتداخل هذه طيب هذه الموجة الرابعة أدري هذا جزء من الموجة الرابعة لكن نهاية الموجة الرابعة هنا وليس هنا مو هذا موجة مو نهايتها هنا هي هنا ولذلك لا يحسب تداخل لو بقينا ان نتفلسف ونرجع الموضوع وهو مو ترقيع هو ماشي حسب قواعد يعني ان يضبط معنا السيناريو هذا ولذلك وانت تحلل يحتاج تكون تفتح تماما عند المناطق هذه وتشوف السيناريوهات الممكنه انها يمشي معك السيناريو صح okay so what you actually have is wave A entering into the price territory of wave 1 but the terminating اللي صار إن الموجة A من المثلث هذه اللي تداخلت مع واحد ولكن نهاية الموجة الرابعة كانت هنا. Running triangle wave 4 ends well. Here's the ending point of wave 1. هذه نهاية موجة واحد. هذه نهاية موجة أربعة. There's the thrust. وهذا أحد الأشياء اللي راح نأخذها من المثلث شو بالدفاع القوي خارج المثلث. Totally fine. Totally works. And what's going to be interesting. ممتاز ومقبول. Is if we can keep the market above the April low, and then at some point. كل المطلوب إن بعد الصعود هذا في الموجة الدافعة ثم التراجع للمناطق هذه وكل اللي نحتاجه إن نتأكد إنه يتماسك فوق المنطقة السعرية هذه. Begin to move above the upper boundary line of the base channel, thereby confirming the presence of. إذن باستخدام القنوات السعرية مجرد إن ما يدخل. على بقياس على الضلع هذا بس فقط على القمتين هذه الصغيرة واحد واثنين وقاع واحد مجرد ما يخترق القناة السعرية هذه هو منطقة دخولها بالموجة الثالثة والقوية ومعناتها أنها راح ندخل في موجة قوية صاعدة. Because as it stands, the sell-off that we've seen does look like a three-wave move, and it does argue for higher prices moving forward, at least into June, July.
Okay, that's oh. هذا اللي دفعنا لأنه فعلاً راح نتجه في موجة صاعدة إلى مستويات at least القمم هذه اللي تم النزول منها. Well, a few more things. Okay. باقي يقول نقطتين بس. That's our elevator. بعض النقاط. Remember the lesson that we were talking about earlier? Well, actually, yesterday when we had our discussion of hot dogs. Okay. Okay. You can add things. Let's add to this. Here's our RSI. خلنا نضيف مؤشرات أخرى لنتأكد أن الحركة وقرارنا اللي وتحليلنا سليم. Stochastic page. شوف الـ RSI والـ Stochastic بدمج الـ Moving Average 9 على الـ RSI هذا الـ Stochastic كله معطينا قاعين صاعدين هوك من تحت هنا انعكاس للأعلى. RSI is an RSI bull market support. You got an oversold Stochastic. This is my favorite little moment. هذا المؤشرات اللي استخدمها الـ RSI مع متوسط 9 و Moving Average 45 بس طبعاً في له عدداته والستوكاستيك كلهم في قيعانها عند نفس المناطق هذه تعطيني إشارة بأن فعلاً خلاص انتهى التصحيح عند المنطقة دي. Pattern right there. RSI reversing from RSI bull market support with an oversold stochastic. We're back in the same sweet spot. Also too, take a look at the weekly candlestick price chart. أيضاً الشموع اليابانية في الشارت الأسبوعي والدونشين المؤشر الدونشين أيضاً شو وين مكانها؟ What happened a few weeks ago? يقول انتبهوا شوف انتبهوا للشموع المعلومة اللي قلت لكم إياها في البداية شو اللي صار من كم أسبوع مضوا؟ We had a bearish engulfing pattern. طلعنا نمط bearish engulfing هذا هو شوفوا هذا اللي هنا هذا شفتوه bearish engulfing يعني معناتها كان إشارات إيش نزول. That failed. Okay. لكن فشلت هذه الإشارة. والمعروف عن الإشارات مثل بيرش انجولفينج والهرمي غيرها عندما تفشل فهي إشارة تأكيد إنها ماشي بالاتجاه المعاكس. Okay. What happens when you have a failed bearish engulfing pattern? Well, it's actually bullish. شو اللي يحصل عندما يفشل نمط ال engulfing سلبي؟ تصعد الشمعة فوق بدل ما تنزل تحت هو يصبح دعم لهذا الشمعة كأنه بداية صعود إلى موجة أخرى. Okay, sometimes the best buy signals originate from failed sell signals. واحيانا افضل اشارات تجيك هو من فشل النموذج. لما يفشل النموذج مثل الشمع هذا هي افضل ممكن تعطيك افضل قرارات دخول مثلا. Sometimes the best sell signals originate from failed buy signals. Case in point. That was a bullish. وهذا ولننظر الى نفس المثال هنا فوق. Engulfing pattern. وهذا إشارة إلى bullish engulfing يعني المفروض أن يكون صاعد ليه كترتيب الشموع هذا bullish engulfing يقول failed and what وش اللي صار فيه بعد النزول هذا بنزل هنا في الشمعة الحمراء هذه ثم جت الشمعة هذه عنده هنا على أساس أن نتأكد أنه راح ينعكس ويتجه لفوق ولكن failed أخفق النموذج هذا إيش معناته أكيد نزول as a result of that. We saw several weeks to several months. واللي صار إنها لمدة أسابيع وأشهر استمر النزول إلى مستويات. A further decline. Okay. So we're basically working the same thing, but to the upside. نفس المعنى ولكن الاتجاه الصاعد الآن. That's about it for me for today. Hey, thank you very much. Have a great weekend, and I'll see you next week.